ولدي انا تنطلبي حق بنتي، بنتي خرجات ما تلات ولات، وكون شي بنت فيها البلا ولا درويشه تتحطب. الا كنت تتهضر مع راسها ما تتقعدوش، ما تقطعش فيك الشك. تنطلب انا حق بنتي، ما تنطلب حتى حاجه. بنتي خرجات ما دخلت، تبغى تنشد مسكينه ما تعيش ورقه تلقاتك للخدمه. صافي انت اللي قلتي لها جيب لي الورق نفهم ليك هنيه تديهم، ما تقولكش لا. قلت لها ما تقولكش لا تديهم. عندها غنيه وحده مسكينه، نهار 14 شهر 12 لقاوها مليوحه. خرجت انا تنتسنى فيها، قلت انا راهي مشات عند اختها المحاميد داك السيد نيت، تنتسناها ما جاتش. واه وهي ما تتبات في بلاصه كاع، لا كانت تدير الميناج الشيخه ولا شي حاجه العشره تجي، ما زعما توات ابدا. الله واحد اللي كاين عمرها ما باتت شي بلاصه، واخا تمشي عند العائله ولا ما تبات عند حد. قلت انا صافي ملي جات كره مشات تما، وما خلاش ولد اختها تجي داك اللي موالفه بزاف. ايوا الليل كامل انا شاده وليدي دسا تنطل، درك تجي درك تجي درك تجي درك تجي، ما جاتش هي الصباح. قلت انا بلا ما نبرزتهم درك كره غاي عند اختها في المحاميد. صافي وصلت ديك الجوج ديال النهار، ما جا دورت لاختها قلت لها خديجه عندك؟ قالت لي لا امي ما عنديش. قلت لها واه؟ قلت لها بنيتي راه من البارح ملي خرجت شافت اختها دارت السيفي في الصاك وخرجت صلات العصر وخرجت. قالت لي واش التليفون الصونه؟ قلت لها ما الصونه لا. قالت لك هذيك النهار التليفون تلقى فيه القران وتتصبن، كملت الصابون صلات العصر درت هزات الصاك ديالها درت يدك الورقات خرجت تشري. هادشي اللي حضر الله. ايوا لهلا عاودها علينا وليدي، هذيك الاخبار اللي جاتني لهلا عاودها علينا. صدمة صدمة الله اللي مطالع بهذيك الصدمة اللي باقا ليا في الداخل اللي أنا صحتي. عشر شهور ما تناش هادي ما تتنعس، هادي راه كانت بط حماق ليا، راه بحر ولات شوية بط حماق، حيت كانت مدلعاها بزاف بط حماق، هي بط حماق. تقول لي راه مو التانية انتي ماشي اختي، راه مو التانية اللي قالت لها شي كلمة ما تقولش ليها لا. واخا عزيزة واخا تنطلب حق بنتي ما يضيعش، ما تمشيش روحها هكاك. بغيت انا هاد الظلم يتشد هي نشوفو بعينيا، ولا بغيت نموت الله يرحمن. هادشي اللي تنطلب، وعاش الملك. انا تنطلب الله الملك توا يشوف هداك الشي. انا غير حق بنتي ما بغيتش هدا عمها، ما بغيت والو. الحمد لله ما عندناش ما خاصنا، اللهم لك الحمد. واني بغيت حق بنتي يبان ليا، هذا هو اللي تنطلب انا كاع. السلام عليكم ورحمه الله. المشكل اللي عندنا هو ان اختي 10 شهور هادي باش تقتلات، 10 شهور هادي باش لقاوها مليوحه في الخلا، 10 شهور هادي باش ما تخدلاش حقها، 10 شهور هادي وحنا كنتسناوها نتسناو حقها ما بانش، 10 شهور هادي وانا كل ساعه في الولايه، 10 شهور هادي وانا كنتسناو معيطوا لي يقول لنا راه شديناه، 10 شهور هادي وانا كندق البيبان حتى حد ما جاوبني وحتى حد ما سول فيا، 10 شهور هادي وانا كنصيفط للصحافات وكنصيفط للصحافه وكنصيفط للجمعيات تيقولوا لي خلي رقمك وحتى حد ما عيط ليا. عباد الله بغينا حق خوتنا حنا ما يداش. هادي اختي كاينه بنتك كاينه اختك كاينه امك، تخرج بعد تخدم ما ترجعش ليك. خرجت دارت السي في ديالها في الصاك وخرجت كتزرب، انا جيت من الخدمه عيانه نعست، قالت لي اختي كانت كتعيط ليك، اختي كانت بات تودع معايا وما فقت، اختي كانت بات تودع معايا وما فقت، قالت لي كانت تعيط ليك ما سمعتهاش ما سمعتهاش، بقيت نعسه صلات العصر خرجها دارت السيفيات بانها دايره موعد على الخدمه. اختي تتزرب تتزرب الزربه، قالت لك اختي اللي كتزرب المحاتها طوات السيفيات وخرجت كتزرب، كنتسناوها بالليل ما جاتش. تنقول واه فين مشات؟ تنصلو التليفون طافي. اختي اللي تتقول هذيك لما تبات تمشي تشوفها وبات تشوف ولد اختي بحكم انها مربيه، قلنا ليك ما طلعت عندها، تنقولوا ما تعرف ما تمشي عندها بلا ما نخلوها حنا في الليل تصبحوا نسولوا.
انا صيفطت لراجل اختي بالليل بالاخبار ماما، قال لي لا ما جاتش. قلت صافي اختي وقعت لها شي حاجه، قال لي لا ما كايناش. قالت لي يا ماما بيتة ماما في الباب كطلو بيتة حسات. قلت لها انا راه يمكن بيتة عند فاطمه اختي فاطمه. قلت لها يمكن هي بيتة ماما حسات هذيك الليله، ماما حسات ان بنتك وقع لها شي حاجه وكتوقع لها شي حاجه. بيتة في منطقه انا كنلقى ماما كطل من واحد من واحد من واحد بحال شريجه مكطل تشوف بنتها واش جايه. صافي بقينا حتى الصباح. قلت لي واش ما باتش؟ قال لي لا. قلت لي واش ما جاتش عندكم؟ قال لي لا ما جاتش. صافي مشيت كنقلب، مشيت لواحد السيده كانت قالت لها جي خدمي مع بنتي. مشات ردات عليها خبر، قالت لها لا انا والديا ما كيخليونيش نخدم في الديور. ملي بقيت كندور مشيت عند واحد السيد كان كيتوصل على الخدمه نكرني برا. قال لي شكون خديجه؟ قال لي ما كنعرفهاش. بقيت كندور مشيت لهذا بغيت نمشي نديكلاري، قال لي 24 ساعه ديكلاري. راجل اختي مشى للسبيطار، عيط لراجل اختي مشى حتى هو للسبيطار كيقلب مشى لامور هذيك الساعه قبل ما يديوها حيت هما الغد ليه لقاوها ما جاش الليل تما مرميه مليوحه. مشيت كنقلب انا ما لقيتهاش، ما لقيتش اختي. صافي ولات الدنيا كلها كتبان لي ظلام. حسيت بحكم ان كانت ماشي اختي، امي هذيك ماشي اختي، هذيك هي اللي هزاتني وهذيك هي اللي كانت كتسكتني صغورة وهذيك هي اللي كبرتني. كوني بقيتي تنوفيها حقها ما وفيتهاش حقها، كنت بغيت نوفيها حقها. وما لقاوها قال لك شي حد معاه جوج النهار شي ولد صغير سارح ولد صغير داز. وانا اليوم في الصباح قبيله مع مشيت مع الصحافه لتما شفت البلاصه فين مليحه اختي في الطريق، اختي لايحه طوموبيل في الطريق منين كيدوزو الطوموبيلات. اختي مليوحه اللي واقع لها فشي بلاصه. اختي طمعها شي حد بالخدمه وماشي واحد، اكثر من واحد، حيت التشريح اللي عندنا هذاك الشيء اللي فيه هذاك الشيء اللي قريتيه كتستنتج انه اكثر من واحد. تنطلبوا بحق ما بينا حنا والو، حنا ما كنطلبوش شي حاجه اللي مستحيله. تيتفككوا خلايا ارهابيه، حنا بغينا اللي قتل هاد البنت هادي ولا اللي قتلوا هاد البنت هادي اللي تعداو عليها هادي، بغينا لها حقها. هاد الام الثانيه ديالي انا بغيت لها حقها، انا ما نتناش الا ما تشد لها حقها. انا غادي نوقف حياتي على قبل هاد الام الثانيه ديالي، غادي نوقف حياتي ندير لها بوز، ما بغيتش نمشي شي بلاصه ولا ما بغيتش نشوف شي حاجه. انا كلشي كيبان لي ظلام، انا 10 شهور كل يوم عايشه في اكتئاب، 10 شهور كل يوم عايشه في اكتئاب. صحباتي تيخرجوني باش يفوجوا عليا وانا تنجد لهم يا خديجه. انا بغيت حق الجيبان صافي، ما بغيت والو، بغيت حق الجيبان. ولا كنتي كتشوف فيا تهرب فين ما بيتي تهرب، وتهربوا فين ما بيتي تهربوا، والله روحها حتى تلاحقوا، والله حقها حتى يبان بجد الله وبجدنا. ومن بعد الله سبحانه وتعالى الجهود 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 بين الجهود. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو هذا الفيديو مع صحابكم، وما تنساوش ديروا جيم الموقع إحاطة على شبكات التواصل الاجتماعي.